احنا نقول كجمعيه علماء وكلجنه اغاثه نحن يعني نتكفل بهذا هذا الاخت تسعديت يعني ونحن نغطي كل حاجياتها يعني من الان يعني ان شاء الله بشروها ان شاء الله ان شاء الله يا رب وان شاء الله ربي بارك الله فيكم ويجزيكم خير. هذا اول حاجه اولو القربى اولى بالمعروف. نعم. يجوز لي نصفق محمد؟ نعم يجوز يجوز ان شاء الله. والله كانت يعني كانت حالة مؤثرة نعم جزاكم الله خير. نعم ربي يجازيكم خير ان شاء الله وان شاء الله هالدموع ربما اللي نعم هي بلك دموع حزن ولكن بحول الله شهرين شهرين او ثلاث اشهر ان شاء الله راح تكون معنا خالتي تسعديت هنا ان شاء الله وتكونوا معنا انتم كجمعية العلماء ونفرحوا جميعا وهذا هو دور البرنامج انه حقيقة ننقل ربما صورة المعاناة ليس انتقاصا من بلدنا او نقولوا باللي بلدنا مش مليح لا ولكن لننشر الامل ونقولوا باللي كيما كاين الفقر في بلادنا كاين مقاومين اللي راهم يقاوموا في هذا الفقر وكاين خيرين اللي راهم دائما يضعوا يدهم في يد كل فقير كل محتاج واليوم معينا بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير استاذ كريم.